بسم الله الرحمن الرحيم. في إطار المحافظة على الموروث الثقافي التراثي لمدينة فاس، وفي إطار تحقيق اليومية الثقافية للمدينة والتي أخذت أبعادا كبرى في المواسم الدينية وفي مهرجانات التراث وفي المهرجانات الحداثية، تستعد مدينة فاس لاحتضان الدورة 9 للمهرجان الوطني لفن الملحون الذي سينظم بهذه المدينة أيام 28 29 و30 أبريل 2011. وستتميز هذه الدورة، الدورة 9، بمجموعة من الأنشطة التي تعكس أصالة هذا الفن، من ذلك انفتاحها على الجهات الكبرى التي يعني تعرف ازدهار هذا الفن الأصيل، ومنها جهة فاس الكبرى، جهة مكناس تافيلالت، ثم جهة مراكش تارودانت، حيث ستشارك يعني فرق موسيقية يعني أصيلة من هذه الجهات المتميزة. بالإضافة إلى ذلك، ستحتضن فعاليات هذه الدورة ندوة علمية فكرية يؤطرها مجموعة من الأساتذة المختصين، منهم على سبيل الذكر الأستاذ عباس الجراري الذي يعتبر عميدا لهذا الفن، كذلك الأستاذ الأستاذ عبد الله شقرون، الأستاذ الملحوني، وغيرهم من الأسماء الوازنة في هذا الفن الأصيل. إضافة إلى ذلك، سينفتح يعني المهرجان على فضاءات مختلفة، ومنها فضاء جنان سبيل، وما أدراك ما فضاء جنان سبيل الذي نتواجد فيه، والذي يعتبر يعني صورة تاريخية ويشكل حمولة تاريخية لسكان العاصمة العلمية، حيث سيحتضن أمسية فنية لهذا الفن يوم الجمعة عشية. كذلك ستحتضن ساحة النجارين حفلا آخر ينظم لساكنة فاس المدينة. بالإضافة إلى هذه الأنشطة، سيتميز أو ستتميز فعاليات هذا المهرجان بتكريم العديد من الأسماء التي لها باع في هذا الفن الأصيل. وبهذه المناسبة نشكر السيد حميد شباط عمدة مدينة فاس على دعمه المستمر وعلى يعني متابعته لهذا المهرجان ولسائر المهرجانات التراثية الأخرى. ونشكر بالمناسبة أيضا كل الجنود وكل العاملين في هذا المهرجان، ونتمنى له يعني نجاحا موفورا كسابقه أو كسابقته من المهرجانات التراثية الكبرى التي تعرفها العاصمة العلمية. وشكرا.